هذه الفتاة فقدت نصف دماغها بسبب مرض نادر، واعتقد الكثيرون أنها ستبقى في الفراش حتى الموت، ولكنها هزمت اعتقادهم وألهمت الجميع بنجاحها. كريستينا ساندهاوس شابة أمريكية تبلغ من العمر 31 عاما، أصيبت منذ نعومة أظافرها بالتهاب راسموسن الدماغي، وهو اضطراب نادر أدى إلى معاناة كريستينا من التشنجات والإغماءات اليومية. بمرور الوقت تدهورت حالة الطفلة أكثر وكادت تموت، فقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة لإزالة الجانب الأيمن من دماغها. تركت العملية الخطيرة كريستينا بمشكلات في الرؤية وشلل في ذراعها اليسرى، فضلا عن صعوبة في تحريك قدمها اليسرى. وبرغم ألم كريستينا إلا أنها صمدت أمام معاناتها وتحدت مرضها، ومع الوقت تعلمت السير باستخدام الدعامات وعادت إلى دراستها، كما شاركت في أنشطة رياضية مختلفة أفاجأت الجميع بالتحاقها بالجامعة وحصولها على الماجستير في علم أمراض النطق. بعد مرور 20 عاما على الجراحة التقت الشابة بشريك حياتها وتزوجا بعد قصة حب كبيرة وعاشا في سعادة مع أطفالهما. تؤكد كريستينا أنها مرت بمواقف صعبة متعددة، ولكنها كانت دائما تبحث عن مواطن القوة بداخلها لتستند إليها. شاركنا، هل تؤمن أن الأزمات لن تؤثر في صاحبها إلا إذا اقتنع هو بذلك؟